اوف لايف رينو كوليوس 2021. مهما كانت مهمتك هي قدها. تصميم سيارتنا الفرنسية الداخلي تصميم رياضي، تصميم غير اعتيادي، مبرد مقاعد يمشي مع جونا الحار اللي في الخليج والسعودية. كمان شاشة السيارة مع الانسيابية الداخلية تصميمها غير عادي، شاشة كبيرة بتحكم في كثير أشياء. عندنا مثلا نيفيجيشن للسيارة، فيكل، حنلاقي لايتس، نقدر نتحكم في ألوان السيارة الداخلية، 5 إضاءات مختلفة. عندنا شيء اسمه باركينج أسيست، له 3 أشياء مختلف عن باقي السيارات كلها، يعني تقدر السيارة توقف نفسها ب3 وضعيات، فيرلي، باي، وأنجل. نظام تشغيل ذكي بضغطة زر أوتو ستارت، يكفي المفتاح يكون داخل محيط السيارة. في حاجة مرة حلوة، لو تبي تعملي حفلة أنت وصحباتك داخل السيارة بخاصية السماعات من شركة بوز راح تستمتعي بأجمل صوت. تعالوا نسمع سوا. واو، فعلا ممتع. مرايتنا الوسطية بنظام تعتيم، إيش يعني؟ بمعنى لو أحد جاء من وراكي كشح لك عشان تباعدي ما حتضايقك لأنها مغمقة. بس في حاجة مميزة في هذا المفتاح مختلف عن باقي السيارات، يعني حكي حكاية صغيرة. لو أنت شغلتي السيارة وفي يدك المفتاح اكتشفتي أنك نسيتي جوالك، دخلتي سبتي المفتاح جوا ورجعتي خرجتي بالجوال، السيارة ما حتنطفي إلا إذا رجعتي أخذتي المفتاح مرة ثانية. وهذه من أنظمة الحماية في السيارة، يعني مثلا سبتي المفتاح ومشيتي اكتشفتي لما وصلتي عند المحل أن المفتاح السيارة ما في، السيارة ما حتنطفي لغاية ما حترجع البيت مرة ثانية تاخذي مفتاح السيارة. من أنظمة الحماية في السيارة إنه فيها النقطة العمياء بتنبيه إضائي إنه في سيارة جاية من اليمين أو سيارة جاياك من اليسار. حساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، إضاءات LED خلفية وأمامية بتقنية Pure Vision على شكل Literacy. وزي ما احنا شايفين شكل السيارة انسيابي هادئ. على جوانب السيارة وعلى مقدمة السيارة في خطوط انسيابية بتديها جمال ورونق مختلف عن باقي السيارات. شبك سيارة رينو شبك مميز، هو وعلاماتها التجارية المعروفة زي ما احنا شايفينها. جنوط السيارة 19 انش. وصلنا لمحرك السيارة، محرك السيارة 4 سلندر 2.5 سي سي، خزان وقود بسعة 60 لتر. خلصنا أهم مميزات وأجمل مواصفات رينو كوليوس. واو، فرامل جيد. رينو كوليوس تيجي بثلاث فئات، الفئة المعروضة الفل أوبشن بسعر 113,850 ريال، فروع المعارض والصيانة في مدينة جدة، الرياض، والدمام، وأبها. الضمان على السيارة 5 سنوات أو 150,000 كيلو، أيهما يأتي أولا؟ ولا تنسوا تتابعوني على قنوات الطاقة.